ليه مشوار راح؟ اقدر اقدر اقول لا اسكت ادري ادريك وانت برايح ما مشيت روح روح وش امسك اقول اشوف شوي اشوف لا مع سبحه في جيبك مين سبحه اشوف شوي مع سبحه اشوف اشوف يدينك لا اقول لا اقول قول قول يا عليان قول اقول قول اقول يا عيال قول 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 فاصل يلا 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 روح ابو محمد زدي روح خلاص مزدي روح كيف اجيبك يدير ابغى اشوفك امشي انس سلم على الربع اللي قدام انس ابلغ ابلغ لا تنسى الموضوع اللي كلمتك عنه قبل شوي انس الموضوع شنو ارحب يا ابو معجب ارحب ابو معجب ارحب كلنا ندري ان هزاع اقرب شخص لك هذا هذيك صورته عز الله صح ولا لا صحيح طيب عندك شيء انت مشكله خلال شيء في لا لا الامور تمام كلنا ندري ان هزاع اقرب شخص لك صحيح هزاع طلع لكنه باقي في قلوبنا الحين يا ابو معجب في اليومين هذه ما تشوف اللي ممكن يغطي مكان هزاع والله انكم ونعم عليك سود انت ابو شبيبه انت خيانه وابو معيوض مثلكم وطيب وانتم مثله وطيب كلكم ان شاء الله تغطون محله مع محله فارغ ما حد بجاي محله لكن كلكم غاليين جواب دبلوماسي ماني كيف الحين لو طلعت مع مشعل القحطاني جاك سؤال نفس سؤال أنس مين أقرب شخص لك في النسخة طبعاً ما راح يخليك تقول هزاع هزاع طرع ذا الحين جاوب ولا لا أجاوب عادي مين أقرب شخص محمد شبيب لا 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 غيري لا محمد شبيب لا الله يحبك غيري غيري لا محمد شبيب غيري وازع على هالشر وازع أوه ليه طيب بسألك ليش الكل دائماً يعني ألاحظ في الشباب كلهم يحبون وازع ايش اسباب شخصيه مقبوله صاحب اخلاق طيبه قلب محترم يجبر عليك احترامه غصب اسف اسف لكن رجل اللي يحترم الجميع ويحترمونه الجميع يفرض الاحترام نعم ولا يخطي ولا يزل طيب هل تشوف المقدم عزيز الزامل مسي عليه بالخير اخطا بحق وازع مساء الامس جدا اخطا خطا كبير هل انت مع الشباب انهم يطلبون في فقره خذها كاش اللي بتبدا بعد شوي يقدم اعتذار رسمي الوازع على هالشال قبل ان اكون مع اخوي انا مع وازع يعني انت تطالب من هذا المنبر صحيح ان المقدم يعتذر الوازع نعم يعتذر الوازع على هالشال السبب على وازع الحاله اخطا على من علينا كلنا اخطا علينا كلنا طيب نغير ونروح المستوى الثالث من الاسئله تفضل اصعب موقف مر على عبد العزيز مسفري في حياته والله الموقف وايد هي بشيف دي موقف كل موقف اصعب من الثاني كل موقف اصعب من الثاني ولا ما نبي نحرق ممكن يناديك مش على الاسبوع الجاي خلها الاسبوع الجاي رايها طيب اشتقت للحمضه اي أيوة والله اشتقت للشيبان والجماعه اخواني وش كان جدول عبد العزيز قبل يدخل البرنامج؟ شو في يومي؟ ما يطفى سويك الموتر ما يطفى؟ نعم يعني احنا نسميها بلهجتنا مسحيه تمسح لا لا ها قصدي خلاوي من ديره الى ديره اليوم في الرياض بكره في الدمام ايه بعدها في الجنوب رايك في المتسابق فارس الحربي؟ النعم ونعمها لحيه باسم المطيري ونعمة لحية أنس الميموني قبلة الواقع الخبل محمد بندر صاحب الصوت العذب في قناة الواقع الشاعر عبد العزيز بن صقر شاعر مخضرم حلوين إلى هنا تنتهي فقرتنا مع الشيخ عبد العزيز مسفري وانتظروه مع مشعل القحطاني من معلومات وقصص جميلة وحزينة ومضحكة شكرا اخوي تفضل شكرا اخوي محمد مشبيب على اصبر لا تخرب البقره لا تخرب البقره
تعال نستعين بكم. مردودة اخلص. لا تكفى تكفى صديقي العزيز. قبل برنامج مشكلة قلب، مشكلة قلب رهيف. سؤال آل هو سؤال واحد آل اللي ما سألت عبد العزيز. عبد العزيز عزيز انا اسأله السؤال الاخير. اقرب حبيت تخبط الصوت انت تخوفني يعني وشنو انت؟ اقرب شخص صاحب الصوت الجميل والنبرة الجبارة محمد بندر من زملائه الباقيين 22 رجل. من اقرب شخص؟ قريني. لا اي والله يعني كذا تخسر نقاط. ما اخسر نقاط ولا علي منها. جاب صحيح انا ما كذب ولا جامل. يعني الكل عندك غراهم سواسية. سواسية لا في الغرا هي ما حد متساوي ان شاء الله. طيب اقرب شخص يعني عندك شخص قريب؟ نفسي والعياذ بالله من نفسي. ليه تقول العياذ بالله من نفسك؟ احيانا تطغى؟ ايه دخلني كذا عالم هو عالمي. لا عالمي بس توديك تهوجس ابحر. صحيح لان انا جبت النوم ما تقصر صوتك وسريرك يميني لاني الاحظك اذا جاوبت النوم تهوجس يجيني بلع يجيني بلع نوبة الشعر بالرونتف تمسك الشعر. طيب بندر اطلب منك تشل الان لان الجو ركوب. اوه الحين وقت يعني. اسلم وش تبي مني؟ اللي يجي منك اسلم. عطها خطها كدوى المايك. صابني ما كفاني والمقدار جرى وعن القلب من جرح الهوى وعن لو يداون جرح مبطي ما برى كودي من كونه مظني القدوى من حبيب على قطع علم وصل ضرى حسبي الله على من كان يسب الجفا. سوالم ختامها مسك. شكرا لمحمد بندر عفوا على هذه المشاركة وننتظرك إن شاء الله ضيف مع مشعل القحطاني في قادم الأيام اللي ما سلام عليه هو بشروب الخير.